بمناسبة كتالوج وطني، هل أنت بتشوف أن الفن فعلا له دور مؤثر في رفع الروح المعنوية؟ بمعنى أن بعد هزيمة 67 الفترة دي كلها كان تقدم إنتاجات مختلفة ومتنوعة مع بداية الاستعداد للمعركة، بداية الروح هنحارب هنحارب، حتى اللي كانت في العصفور عند شاهين لو احنا استرجعنا الجزء ده مثلا من فيلم العصفور. فالروح دي الفن قد ايه ممكن يكون محفز ومحمس لاستعادة الروح المعنوية؟ أكيد طبعا القوة الناعمة دورها متجدد، يعني بتقوم يعني فيلم الممر مثلا، فيلم الممر في الفترة اللي حضرتك قلتيها دلوقتي هلا اللي هي فترة قبل نصر أكتوبر، يعني فيلم الممر بيجسد حالة واقعية قبل حرب الاستنزاف، هي نفس الفترة اللي نصر أكتوبر. فأنت قدمتي عن الاستنزاف، يعني هو أقرب شبه لأغنية على الممر، الحالة بتاعت الشعب والحالة بتاعت الجيش نفسه قبل الحرب. فالفيلمين دول كانوا حلوين أول فترة الاستنزاف. صحيح. الممر اتكلمنا عن دور السينما وكلمنا عن الاذاعه والاغنيه، الصحافه بقى كان ليها دور كبير جدا وفي كواليس يمكن يعني الاستاذه علا طبعا رئيس تحرير اليوم السابع حضرتك معاها، قولوا لنا الدنيا بقى كانت عامله ايه في الفتره على طول. اكيد عملت رفعت الطوارئ وعاوزين نعمل ملف عن اكتوبر الاغنيه والسينما. بس والله بنحاول بقدر الامكان يعني على مدار فترات، حتى يعني بغض النظر ان انا رئيس تحرير انا فاهمه سؤالك ان حتى الصحافه وقت الحرب كان دورها مختلف. حتى عناوين الجرايد كان دورها مختلف. لو احنا بنتكلم على هذه الفتره الاعلام نفسه، انت هنا يعني منشطات الرئيسيه في سواء في الاخبار في الاهرام في روزال يوسف في هذا التوقيت هي كانت كلها هي استعاده العزه الكرامه، معركه العزه معركه الكرامه، نشر البيانات، المراسلين العسكريين على الجبهه. فكان الصحافه ايضا كانت واحده من ابطال، يعني هي كمان كانت جزء من بطولات طبعا كانت طبعا بتمثل قوه ناعمه، يعني بتمثل زي المطرب زي الممثل، الصحفي احد اطراف اضلاع سلاح القوى الناعمه، فقام بدور مهم يعني لغايه مثلا لغايه دلوقتي احنا بنعمل ملفات واعضاء ولسه خاصة. هنكمل في الملفات دي. بنشكرك استاذ طارق مرسي الكاتب الصحفي الكبير، بنشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا يا طارق. استاذه علا مكمله معانا طبعا، استاذه علا الشافعي مكمله معانا. بنتكلم من 67 ل 73 كانت ست سنين صعبه، الارض كانت محتله والقلوب مكسوره. صحيح اننا رفضنا الهزيمه من اول لحظه، لكن فضل التحرير حلم بيغيبش عن روح كل مصري. أيام قليلة بعد يونيو 67 دمرنا المدمرة إيلات على سواحل بورسعيد، وكانت معركة راس العش العظيمة في أول يوليو، وبعدها حرب الاستنزاف اللي كانت تجسيد حقيقي للعزيمة والقوة والإصرار. مراجعة شاملة وتقييم لكل التفاصيل وإعادة بناء للجيش واستعداد على أعلى مستوى بعد كده، وخطة دفاع متقنة جدا عشان يتحقق الإنجاز اللي سطرناه بالدم وشهد ليه العالم الغرب قبل الشرق والبعيد قبل القريب.